يحاول يشوط لكن يقف قدامه كويس قوي ويصوب بقوة، وأول الأهداف من صناعة فردية 100%. أنطونيو إليس، وهذه كرة حلوة يقفل عليه هيبو مرة تانية، وتصويبة بقوة من السبات. تروح سهلة ريفالدو، دي تصويبة بقوة لكن الترتيب مش فيش تنسيق ما بين الاثنين، وادي تصويبة سهلة سكوت ويقطع الكرة لكن تروح سهلة ويصوب بقوة. بيجاز كويس قوي لنفسه أنطونيو، وتصويبة بقوة تقاطع في الخط الخلفي لسلوفينيا 18-12، يحاول يعدي كافتشنيك وتصويبة من بعيد لديفيد كافتشنيك، يحاول يعدي ترجع مرة ثانية وتصويبة بقوة للأهداف. هيبو على الدايرة لتيكا، عملها كويس قوي، تمرير في الخط الخلفي ميكليفيتش يقدر يصاوب، يلعب الكرة على الدايرة وينزل، تروح الكرة حلوة قوي، الأسيست حلوة قوي قوي قوي، جملة جميلة عملها كويس قوي، كرة من الجناح، تروح الكرة في الجناح، المرة دي يصوب بنجاح، المرة دي يصوب بنجاح. مباخت 11 هدف فارق 33-22، تروح الكرة في الجناح بنجاح، في الجناح.